ولذلك الإمام رضا تعب مو بالسيف، فتحها عمر بالسيف، ولكن الإمام رضا علمهم الدين الإسلامي المحمدي الأصيل. لو تركوا أئمة أهل البيت، لو تركوا أئمة أهل البيت يشتغلون على الدول من غير سيف، والله لفتحوا كل الدول الإسلامية من غير سيف. والله لو تركوا أئمة أهل البيت، ولذلك الإمام الرضا طر يعني عفوا أئمة أهل البيت الإمام الصادق وغيره طرشوا إسماعيل وطرش إدريس وإلى المغرب، ليش؟ يعني يعرف أن في المغرب فيها بركة، ولكن لوحقوا للأسف، لوحقوا وقتلوا وأوذوا أبناء الأئمة في المغرب. ولكن اليوم ترجع المغرب مرة ثانية قاعد تصير شيعية، المغرب الآن رجعت إلى أهل البيت. لو تركوا أهل البيت يفتحون البلدان ما نحتاج إلى سيف. الآن إسبانيا، وين إسبانيا؟ إسبانيا فتحوها بشنو؟ شنو فتحوها إسبانيا؟ ها؟ شنو فتحوها إسبانيا؟ بلغاريا بشنو فتحوها؟ كلها بالسيف. بلغاريا بشنو فتحوها؟ بالسيف. شوف البوسنة والهرسك شنو فتحوها؟ تدرون انتو الجبل الاسود وصربيا كلها وبلغاريا كلها كانت، تدرون كل الكنائس اللي بلغاريا القديمة كلها كانت مساجد؟ تعرفون ان كل الكنائس اللي في بلغاريا كانت مساجد؟ كلها الكنائس القديمة كلها كانت مساجد. ولذلك شنو فائدة السيف؟ كلها كانت مساجد. لو تركوا أهل البيت يفتحون الفتوحات بالكلمة الطيبة بالأخلاق الطيبة. شوفوا يا أخوان أنا أعطيكم مثال، هجر فتحت بالسيف، هجر فتحت بالسيف أم فتحت يا أخوان، هجر فتحت بالسيف أم فتحت بالكلمة الطيبة؟ بالكلمة الطيبة. شوف أهل هجر، دش إلى أهل هجر، بل أكثر من هذا، مكة فتحت بالسيف؟ مكة فتحت بالسيف؟ مكة لم تفتح بالسيف. المدينة فتحت بالسيف؟ لم تفتح بالسيف، بالكلمة الطيبة. ولذلك أنت روح إلى منطقة هجر، أنت روح إلى منطقة هجر وشوف أهل هجر كيف أهل طيبين، سنتها وشيعتها. شوف سنتها وشيعتها، أنا ما أقول بس شيعتها، حتى سنتها، أنا عندي علاقات حتى مع سنة هجر. حتى سنة هجر طيبين، أنا لم تفتح بالسيف. فلذلك أنا أقول أنه رسول الله ما أراد أن يفتح الإسلام بالسيف، أراد بالكلمة الطيبة. عب ما شنو أب بكر